غارات صاروخية مكثفة يشنها الطيران الحربي الإسرائيلي منذ ساعات على عدد من المواقع السكنية في قطاع غزة المحاصر. القصف المستمر الذي استهدف شقة سكنية في برج فلسطين بوسط غزة وسيارة في حي الشجاعية شرق القطاع وبلدة خان يونس في الجنوب أدى لإصابة أزيد من 50 فلسطينياً بينهم أطفال وارتقاء عدد من الشهداء في حصيلة تبقى مرشحة للارتفاع تجاوزت حد الآن 10 شهداء بينهم القيادي البارز في حركة الجهاد الإسلامي تيسير الجعبرية فيما توعد الأمين العام للحركة زياد النخالة برد لمن تحول أمامه أي خطوط حمراء ضد العدوان الإسرائيلي ومع استمرار القصف رفعت وزارة الصحة الفلسطينية حالة الجاهزية والاستعداد في كافة المستشفيات ومحطات الإسعاف في قطاع غزة وفي أبرز ردود الفعل أدانت الرئاسة الفلسطينية العدوان على قطاع غزة مطالبة بوقفه فوراً ومحملة جيش الاحتلال مسؤولية التصعيد من جهتها قالت فصائل المقاومة في رد موحد أن العدوان لن يمر دون رد فيما تعهدت كتائب القسامة بأن دماء الشعب الفلسطيني لن تذهب هدراً وتكون لعنة على الاحتلال بدورها حملت حركة حماس الكيان الإسرائيلي مسؤولية الاعتداء متوعدة إياه برد قاس على هذه الجريمة وكان جيش الاحتلال قد عزز من حالة التأهب الأمنية 3 أيام قبل مباشرة عدوانه حيث دفع بتعزيزات عسكرية كبيرة ويعود هذا التوتر بعد اعتقال القيادي في الحركة بسام السعدي خلال عملية عسكرية في مدينة جنين شمال الضفة الغربية.